من بيروت تنضم إلينا إذن ماري سالم لنتتبع معها حركة باقي الأسواق الخليجية. يعني ماري واضح أنه أيضا في نوع من الهدوء النسبي، نوع من الحذر، نوع من التقلبات والتباين في الأداء إذا ما قررنا أداء أسواق أو باقي المؤشرات الخليجية. ما أبرز ما نراقبه الآن في هذه الأسواق؟ صباح الخير محمد. يعني فعلا مثل ما ذكرت في تباين وتفاوت بالأداء تبع الأسواق الخليجية، في عنا ارتفاعات بالأسواق الإماراتية والأسواق القطرية. الدعم عم بيكون من القطاع العقاري والبنوك والسلع الاستهلاكية في سوق دبي. في تباين بالقطاعات والأسهم بسوق أبو ظبي، يعني ما في قطاعات معينة فينا نقول أنه في تباين بالأسهم الموجودة ضمنها. بسوق القطري في عنا ارتفاعات مدعومة من قطاع البنوك طبيعة الحال، والأسهم المرتبطة بالقطاع النفط والطاقة، وخاصة أنه هلأ من بعد ما رجعنا خطينا حد $100 للبرنت، يلي هي بالنسبة للبعض أنه نوع من مؤشرات إيجابية، وخاصة أنه في كثير من الشركات تتبع أسعار النفط بدول الخليج وهي تعتمد عليها بشكل مباشر. هلأ الملفت يعني اليوم يمكن أكثر شيء هلأ عم طلع عليهم هو التداولات يلي عم بتصير بحكم برامج إعادة الشراء تبع الأسهم يلي عم بتصير ضمن الأسواق. في عنا امبارح كان في أشراك كانت أعلنت عن نيتها لإعادة شراء الأسهم تبعها، واليوم في عنا كمان هلأ عم نشوف عمليات إعادة شراء لشركة BHM Capital. في عنا نسبة تقريبا توصل لل 10% من الأسهم اللي بدهم يرجعوا يعيدوا الشراء، توصل تقريبا ل 17.4% من 17.4 مليون سهم عفوا. فهذه هي الحركات اللي هلا اجمالا عم بتكون ماري إذا يعني اذا اخذنا مؤشر القطري تحديدا، يعني شفناه في الجلسات الماضية اخترق مستويات ال 14000، اليوم دون هذه المستويات. اليوم الى اي مدى ممكن نقول انه مع اقتراب كأس العالم ممكن هذا يعني يدعم شوي المؤشر او القطاعات في المؤشر؟ هلا دائما نحن بس يكون في عنا اخبار متكرره نوع محمد من لقيت لها دعم للمؤشرات، ولكن نحن بدنا نذكر انه التراجعات اللي كانت عم بتصير بقلب الاسواق بشكل عام ويمكن بس سوق القطر بشكل خاص هي يعني تبعيات أحداث عالمية أو أداء لأسواق عالمية، يعني ما كان في أسباب جوهرية بقلب الأسواق هي اللي عم بتأدي لهذه التراجعات. فبالتالي من المتوقع جدا أنه نرجع نشوف إذا ما في شيء جوهري يأثر أو يدعم تراجعات الأسواق، طبيعي أنه حنرجع نشهد زخم، خاصة أنه نحن بلشنا ننتهي من فرصة الصيف وعم نفوت بفترات يعني بيرجع بينتعش فيها السيولة أو الحركة التداول بقلب الأسواق. فممكن كتير أنه نرجع نشوف دعم لكأس العالم، ممكن جدا أنه يدعم ولكن بقطاعات معينة، ما بدنا نقول أنه حيدعم كل شيء بالسوق وكل الأسهم حترجع ترتفع. في يعني قطاع الضيافة حيزهر، السياحة، كل هيدي ممكن أنها أكيد تزهر بهذه الفترة وتنتعش، ولكن بدنا نعرف وين القطاعات هذه اللي حتتأثر بهذا الحدث اللي حيصير يعني. نعم، شكرا لك ماري.